كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بسم الله الرحمن الرحيم، لكل مغاربة السلام عليكم. باسم عائلة بالخير عامة وباسم العائلة أو الأسرة ديال الشهيدات لقمة العيش ديال فاجعة طنجة، كنقولوا للمغاربة دمتم القلوب على بعضها، والله يجزيكم بخير من البعيد والقريب والبعيد والداخل وخارج أرض الوطن. وكيف باش ما نطولوش عليكم، بالنسبة للفاجعة ديال طنجة ما خسرناش غير الشهيدات ديالنا بابعة. الشهيدات الأسماء ديالهم فاطمة الزهراء، يعني في السلم ديال السن فاطمة الزهراء هي الأكبر وتليها أمل وشيماء وحسنية. الشهيدات يتامى الأب، توفى الأب ديالهم قرابة 24 أو 25 ديال السنوات، خلى شيماء رضيعة، خلص البنت الصغيرة رضيعة. من بعد فاش توفى حجت الأم بالشهيدات حاليا بابعة بهم لمدينة طنجة من أجل لقمة العيش. تفاجأنا بأنه المعمل كان غي كيف ما كنقولوا غي فرع من معمل كبير، وسواء الكبير أو الصغير كان كل شيء نوار، كان كل شيء هذا. بالنسبة للفجعة كيفاش كانت، الأم الحمد لله جبدوها بعد الناس من بعد المتطوعين، جبدوهم واحد الشارجم فيه نص متر كارية. سردت لنا التفاصيل، شادي نقول لكم في قرابة 5 ديال الدقائق حتى كان هاجع الماء عليهم. هي مسكينة جابدينها وما زال كتغوت، وهي وما كيجروها وهي كتلاح كتقول خصني بناتي بناتي، يعني غادي نديرو يعني بلاصتنا في بلاصتها. الإنسان كيفقد غير واحد، كيفقد غير جوج، وما أدرك أما أنك تفقد أربعة وهما اللي كيقاوموا معك الحياة، هما اللي يعني غاديين كلهم في رحلة جماعية أسرة يعني صغيرة غاديين لطنجة من أجل القتل اليومي. حنايا مشاو لنا أربعة، يعني باسم الأسرة كنقولوا باللي ضعنا في أربعة الشهيدات، وكفاية من هذه الظاهرة ديال العمل السري وأي حاجة سرية. عندنا كامل الثقة، وكذلك كنناشد جلالة الملك أننا نسهروا ونخدموا ويكون ويحصلنا من هذه الظاهرة هذه الوخيمة اللي كترجع لنا غير بالنتائج السلبية. يعني هذا العمل السري وهذا الأمور السرية، يعني وعدنا جهة وعدنا ثقة تامة في جهاز الداخلية على أنهم غادي يفتحوا التقرير وغادي يقوموا بداك الشيء اللي عليهم. بالنسبة لنا احنا الفاجعة مازال ما دخلت لنا راسنا، الأم مغمى عليها كتفيق كتشوف غير الأجواء ديال الجنازة عاوتاني كتولي هذا كتولي تطيح. بالنسبة لنا كنقولها لكل المغاربة، ولو نديرو غير ايماجيناسيون كل مغربي غادي نقولوا له غير تصور غير تخايل ولو 20 ديال السيكوند واحد 20 ثانيه يتخايل بانه عنده اربعه ديال الطيور مربيهم مشاو له في دقه واحده، وما اذاك ما اربعه ديال البنيتات اربعه ديال الايادي هما اللي كاينين. يعني حنايا كنشموا الريحه في هذوك ديال والدينا الله يرحمهم، كنشموا الريحه في هذه اختنا، هذه ما راضعين معانا. المهم للاشاره فان الشهيدات بابعه واللي كتجي ثانية في السلم ديال الأعمار اللي هي أمل رحمهم الله جميعا، كنا غادي نعرسوا لها في لو 3 مارس، وبدينا نجهزوا لها وبدينا نجمعوا الاكسسوار ديال العرس، وكنا كنتسناوها غادي تجينا عروس من عروسة الشمال من طنجة. الحمد لله جابوهم لنا لومبيلونس البارح بربعة بهم عروسات، أربعة بهم بلي روب، بربعة بهم لابسين الأبيض، وتساينا بهم من مدخل فاس، وتساينا بهم عروسات في وسط المدينة، والأم ديالهم تسالت بهم وفرحت بهم كعروسات. ولهذا بغينا واحد الرسالة، هو أنهم هاد الناس هادو اللي كيشوفوا اليد العاملة يعني بالسهله، حتى ديك اليد العامله راهم عندهم عائلات، حتى هما عندهم وليدات، حتى هما عندهم احاسيس، حتى هما عندهم ناس كيخافوا عليهم، حتى هما عندهم ناس كيتسناوهم يجيو من الخدمه. ماشي هادو المعمل هادو بين الاف الاقواس المشبوه، هو انه ما عنده حتى واقه، كل شيء نوار، كل شيء كذا. وهذا اللي وقعت فيه الطامه الكبرى راه غير الفرع الصغير
ما كاينش لا سينيسيس، ما كاينش ضمان اجتماعي، باش ما يكذبش عليكم ولا يجيكم شي مصادر ولا يجيكم شي تخابيق، راه ما كاينش لا سينيسيس، ما كاينش ضمان اجتماعي، ما كاينش اهتمام بكذا. شنو كاين؟ كاين خدم طرق عليك. يعني بالله عليكم، بالله عليكم، وعاد اللي جبدوا بالله عليكم، غادي نديوهم في كراج وغادي نسدو عليهم ونخليهم يخدموا. شنو غادي نشوفو هما؟ هادوك دي ماشين، دي ماشين، وغادي نخليو لهم واحد الكونترول اللي غادي يشوف لهم الضو، غادي يشوف لهم الاكسسوار شنو خاصهم. وما اذا كما اليد العامله بنادم، راهم 4 ديال الشهيدات، ومن هذا المنبر غادي نوليو نناشدو جلاله الملك. وكنشكروا جميع المغاربه على التآزر ديالهم من داخل وخارج ارض الوطن، وكنشكروا القلوب الرحيمه ديال المغاربه، ودمنا القلب على القلب. وكنتمنوا من الله عز وجل يصبر الام اكثر واكثر، لحقاش كلشي كيمشي كتبقى غير هذا. وتحيه لكل المغاربه، وعزانا وعزاكم واحد، وعاش الملك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.